ملوك حبيبتي ناطرينك وبدي ازعب ولا هذا اساسا ناطره اكثر منك ملوك ناطرينك يلا يلا عشان شفت لي مين ابطال اوروبا وقاها يا حبيبي لو مره مستغرب ولا هذا صلاح ما كنت افتح لهم دوري الابطال ايه ليفربول بس صلاح اساس يا حبيبي راموس قابض من الرز السعودي صح شباب شوفي في حجه من غزه معاها بشي بالرئه مريضه بشي بالرئه ايه عندها تليف شوف تليف رئوي ايه بدها تطلع تعالج برا فلسطين وبدها موافقة من الرئيس خلص رح نحكي لك مع القيادة روح هلا يلا أكشن مخيمتية من أسبوعين لهلأ ما صار ولا مشكل إلا مشكل بمخيم المية ومية ورعبوا العالم ومشكل بمخيم البداوي مع القوى الأمنية بسبب الفرقع وبعد القوى الأمنية مشكورة منعت الفرقع من المخيم وعقبالي اللي عنا بالنسبة لموضوع الإغاثة كراتين بالمخيم مثل الرز وطبعاً ناس بتاخد وناس مش بحاجة وبتاخد كمان شو شكلكم ما طلع لكم ولا كرتوني لا والله ما طلع لنا والله أنا ست طلع لها ست كراتين ست كراتين؟ ست كراتين ما هي متنظمة أنا مباشر أهالي شتيلة عم بيقدموا عريضة أول شيء بدنا نحيي لجنة الكهرباء على الأعمال المثمرة صدقتوا؟ أهالي مخيم شتيل عم بيقدموا هاي العريضة للجنة الكهرباء وبالعريضة مكتوب الأضرار يلي سببتها الكهرباء بقلب بيوت العالم أم أحمد انضربت عند الغسالة عزا هاي الغسالة اللي صار لها 9 شهور بتقصد فيها أبو خليل فقع موتير البراد عنده وأنا يا خالتي انضربت عند المروحة وأنا يا خالتي زد لي على العريضة احترق عند التلفزيون والله وأنا كمان لمبات البيت كلياتي احترقوا يمه وأنا يا أخوي انضرب لي 3 شارجرات اليوم بسبب أخت الكهرباء اي 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 ما ضال الحدا بالمخيم إلا وخربان عنده أدوات كهربائية معقول شي حدا من اللجنة فاتح محل كهربائيات يعني الناس بخرب عندها الغراض وبشتروا من عندك يا خلبوس أو يمكن اللجنة عم تعمل مقلب رمضاني بالعالم وبالأخير فش غير عودكم على الله انتهت العريضة كل صعقة كهرباء وانتوا بخير أما عن أحوال الأهالي فلليوم في ناس بتستنى بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وهلأ صار في مخيم اليرموك نطالب بإعادة إعماره على أساس طلعت داعش منه أم فاتحة فش انتوا يا أهل اليرموك زعلانين على كم براد وكم غسالة يعني هن عم بيعفشوا لكم بيوتكم بياخذوا الاغراض عشان يظبطوا لكم اياها ويرجعوها مبينه يعني بقولوا يا بهاء فلسطين هيك البرادات والغسالات بالشوارع عفا مين يشيل خاصه عند القدس وغزه يعني اذا في حدا بهمه امر تعفيش قصدي تحرير فلسطين دريت بشتيلة؟ لا ما صاير شيء الا شويه قطع كهرباء الحمد لله والان ننتقل لبث مباشر من مسجد النصيرات في غزه لتشييع الشهيد مهند ابطحون والصلاه على جثمانه يلا يا اخوه بدنا نصلي بمسجد حركتنا على جثمان الشهيد البطل مهند ابو طاحون ابن حركتنا حركه لفوا الشهيد برايد فتح الشهيد مش من حركتنا سكرنا يا شباب سكرنا ما بدنا نصلي على جثمان الشهيد اولا لانه الشهيد حي يرزق يعني عايش بالتالي ما بتصلى عليه ثانيا لانه الشهيد من حركه فتح وفتح فكره والفكره ما بتموت والواجب الوطني عم بنادينا هلا بسفن كسر الحصار عن غزه والسلام عليكم خذ لخ الخبر مخيم الأمعري برام الله رخامة نزلت من السطح على راس جندي صهيوني من وحدة المستعربين ولعنت أبو اللي خلفه وهذا أول جندي بينقتل من وحدة المستعربين من وقت تأسيسها وقال النتن ياهو عم يتوعد يتوصل للفاعل وبعد كم يوم بنت فلسطينية ماشي بأمان الله بشارع من شوارع القدس وبيطخها جيش الاحتلال بحجة ما سمعت التعليمات كالعادة بس القيادة ما سكتت ما عملت شي كالعادة شلون أخطلت المنتجات يا أسي عشان هو دجاج أو دجاج الوطنية هو دجاج صحي لم تلتقي الروح إلا أن جسدك وبطنك يبقوا صح علشان هتجرب أنك مع وصفات أسي إن شاء الله بإذن الله ارتقائك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح احلى يا رب احنا عايزين الدجاج الوطنية عندنا في المخيمات عشان نبقى منصوم صح وبناكل صح وبتلتقي اروحنا اليك يا الله زي ما بقول الحاج عمرو صح
يا رب. آمين. ستزول إسرائيل. يا شباب خلاص لا تشتغلوا على الموضوع. ليه شو صار؟ خبروا الوزير وقولوا له يماطل ويماطل بطلت تفرق. شوفي حجي ماتت.